ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طبعا، احنا خدنا قبل كده حاجات عن الداني تشي ساو، وان شاء الله لسه هنكمل وحاجات التشي ساو، ولسه في تدريبات في الوينج تشون كتير ان شاء الله هناخدها، تمام؟ بس عايزين نعرف للناس اللي مثلا مش عارفة ايه فايدتها او ليه بنتعلمها او الكلام ده كله، تمام؟ ايه هو الغرض من تعلم التشي ساو وايه فوائده، تمام؟ هنبدأ دلوقتي ان شاء الله نعرف بعض الفوائد ليه والغرض من ان احنا نتعلمه ايه اصلا، تمام؟ طبعا التشي ساو عامة او الداني تشي ساو، تمام، بيكون الغرض منه التعلم من خلال اللمس، التلامس مع الخصم، تمام؟ بيشير ايه بقى؟ اي تغيير في حركة او في جسم الخصم عامة بيشير الى هجوم بارز، يعني لما بتكون متصل مع الخصم مثلا بالشكل ده كده، تمام؟ وبتفضل تتحرك انت وهو في نفس المسار، فانت مستشعر بالحركة بتاعته. اي تغيير فجأة بيحصل هنا انت بتستشعر التغيير ده، وبتعرف ان دلوقتي التغيير اللي حصل ده بيشير ايه؟ ان في هجوم بارز، يعني في هجوم هيصدر من الخصم، فبتلاقي ردة فعلك طلعت تلقائي وتحركت والمسار بتاعك، يعني في حاجات كتير هتعرفها دلوقتي من الفوائد. بس دوت يعني ايه تعريف مختصر كده، ان هو التعلم من خلال التلامس، تمام؟ دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن الفوائد الخاصة بيه. فوائدها ان هي طبعا بتخلي عقل اللي هما بيستخدموا التشي ساو عقلهم دايما في وضع اللي هو ايه؟ الاسترخاء. يعني عقلهم ايه؟ مفيش توتر او مفيش اي حاجة، مسترخين مع بعض ومتحركين مع بعض في نفس الحركة، تمام؟ بتسمح لك بتدمير بنية الخصم وايجاد الثغرات فيه. يعني انت دلوقتي لما تفضل تتحرك كده كده وتيجي تنزل لمكان مثلا تهاجم مثلا الضلوع، بتلاقي مثلا ايه؟ ايدك اتحركت تلقائي عند الضلوع، تيجي تهاجم من ناحيه تانية، تيجي تهاجم من هنا، فدايما بتدور على ثغرات تدخل منها لجسم الخصم، تمام؟ فدي هنا فايده ان انت تقدر تتحرك وتهاجم ثغرات في جسم الخصم، تمام؟ وطبعا بتعمل له ازاحه لاستخدام قوته، يعني بتمنعه ان هو يقدر يستخدم قوته، بدل ما يهاجمك بهجوم قوي وكده بتلاقي ايدك رايحه وجايه معاه بتتحرك في مسار وبتكتم القوه بتاعته. يعني بدل ما يهاجمك هجوم قوي بتلاقي ايدك بتنزل هجوم كده، بتلاقي ايدك بتطلع الهجوم، بتعمل له تغيير مسار للهجوم، يعني بتبقى منعاه بنسبه كبيره من انه يقدر يستخدم قوته، تمام؟ الفوائد الثانيه وهي تحسين سرعه اليد. يعني ايدك هنا لما يكون مثلا، لما بتشوفوا مثلا اي فيديو لناس من ممارسين الوينج تشون بيمارسوا التشي ساو مع بعض، بتلاقي مثلا فجاه ايه؟ بيجي يهاجم هنا يقوم صادد طالع من الناحيه الثانيه، يقوم صادد نازل لتحت طالع لفوق، بيتحرك في 3 4 اتجاهات وبسرعه. يعني الايد فجاه بتهاجم هنا وبتطلع من هنا، وبعد كده فجاه بتلاقي عقله شغال، يعني بتخلي العقل يشتغل اسرع والايد بتتحرك اسرع. يعني ده بيديك سرعه في الايد، لان بحيث بعد كده ممكن تهاجم بضربات او لكمات تلاقي الايد سريعه، حركتها اسرع من الاول، تمام؟ بتلاقي ايدك كده بتتحرك، يعني حركات سريعه، تيجي تهاجم من فوق فجاه تلاقي نفسك نازل تحت، من تحت لفوق، من اليمين للشمال، من الاعلى للاسفل، بتلاقي تحركاتك سريعه، تمام؟ الحاجه الثانيه بتحسن سرعه رد الفعل، بيكون رد فعلك اسرع. يعني الاول ممكن رد فعلك يكون بطيء، تتفاجئ بهجوم بطيء، اتاخرت انك تصد او رد فعلك مش سريع، ده بيحسن من سرعه رد فعلك، تمام؟ الحاجه اللي بعد كده بتزيد عندك الحساسيه. الحساسيه مش اللي هي الامراض الجلديه والحاجات دي، لا، الحساسيه اللي هو الاستشعار او الاحساس بالحركه. لما بتكون كده ايدك ملتصقه مع ايد الخصم، فجاه بتستشعر ان ايده متحركه منين، بتقوم انت مستشعر الحركه جايه من تحت، بتقوم ايدك رايحه الاتجاه اللي رايح فيه الحركه. يعني بيكون الاستشعار او زياده الحساسيه او الاحساس بيكون اعلى، تمام؟ اتكلمنا بتسمح لك بايجاد ثغرات في دفاع الخصم، تمام؟ وبتسمح لك بمزيد من الطاقه، يعني بتلاقي نفسك فجاه بتهاجم اكتر من هجومه، وفي نفس الوقت بتديك طاقه اكتر، يعني بتكون يعني في الطاقه عاليه عندك وانت بتهاجم. يعني الحاجات دي لما بتهاجم 3 4 هجمات في وقت واحد بتلاقي الخصم ارتبك، وبتلاقي نفسك ايه؟ خدت طاقة، خدت يعني شجاعة، خدت خطوة كده ان انت بتهاجم على الخصم، مش واقف بس دفاع فقط، مش عمال تتجنب الهجوم فقط، لا، بتديك طاقة، مزيد من الطاقة، تمام؟ طبعا بتديك توازن افضل لما بتكون انت بتتحرك من هنا لهنا وتبدل وتتراجع وتكمل وتروح معاه، بيبقى في توازن افضل، تمام؟ والقدرة على التحكم في الخصم في جميع الاوقات ممكن تخليه يتبع ايقاعك. يعني ممكن انت تهاجم من هنا عايزه يتحرك معاك من هنا عشان مفكر تفتح ثغرة تانية وتهاجم منها، يعني انت هنا بتخليه يتبع ايقاعك او تتحكم في الخصم بجميع الاوقات، تمام؟ وطبعا بيخليك تطبق اضعف بنيه ضد اقوى بنيه. يعني ممكن انت تكون بنيتك ضعيفه واللي قدامك بنيته قويه، تقدر برضو تتعامل معاه، والعكس صحيح برضو، اللي بنيته قويه مع اللي بنيته ضعيفه. يعني ممكن اللي بنيتك انت ضعيفه مش قادر تواجه الخصم، تقدر ان انت من خلال التشي ساو تقدر تواجهه، وهجماتك تكون سريعه ويبقى صعب على الخصم مواجهتك، وممكن تهزمه كمان، تمام؟ طبعا دي كده الفوائد باختصار، كده الحاجات اللي بتستفيدها من ممارستك للتشي ساو، تمام؟ التشي ساو عامه بينقسم للتشي ساو وداني تشي ساو، وفي حاجات تانية تدريبات خاصه بيهم، تمام؟
ويا رب تكونوا استفدتوا بكده انتهت حلقه النهارده. تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.